ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فرقة تحرير الشام، لواء أسود التوحيد، بالاشتراك مع لواء سيف الشام، كتائب عمر بن عبد العزيز، سرية حمزة الخطيب، ضرب مقرات الأمن والشبيحة، ردا على خطاب الخائن بشار الأسد بتاريخ 6/1/2013. ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر، الله أكبر. ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تاريخ 6/1/2013. فرقة تحرير الشام، لواء أسود التوحيد، بالاشتراك مع لواء سيف الشام، كتائب عمر بن عبد العزيز، سرية حمزة الخطيب. الله أكبر، الله أكبر. ردا على خطاب الخائن بشار الأسد بتاريخ 6/1/2013.